هذا مفتاح. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار والمشتركين الجدد. اليوم معنا رينج روفر سبورت اس في ار، هذا أقوى فئة فئات سبورت، بقوة الأحصنة 575 حصان والعزم 700 نيوتن، طبعا 8 سلندر وحجم الماكينة 5 لتر، التسارع من 0 إلى 100 4.5. طبعا قد صورت لكم اربع الوان تقريبا، واحد ازرق واحد اسود وواحد احمر، ثلاث الوان معليش، وهذا الرابع هذا جاي فضي على الكبوت بالنص كاربون فايبر، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الكبوت كامل الاس في ار كاربون فايبر من جوا، بس من دا من برا اذا انت بتضيف اللون اللي زي هذا يعتبر اكسسوار ويصير فيه سعر اكثر، فجايك زي اللي يسمونه تخطيط اللي جاي بالنص. مثل ما انتم عارفين 2018 صار عليه فيس ليفت، الواجهه الاماميه، الانوار والصدام والشبك. الانوار صارت الانوار جايه LED مع ليزر، بس تجي بالفول كامل، تجي بالفئات الاعلى. بشغل لكم النور وتشوفونه الحين، شغل لكم بعد الموتر ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شوفوا شلون بس العدسة، خل طفيه وشغل لكم مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله، وهذا المفتاح غير شكله بشكل شيء بسيط يعني، ما شاء الله تبارك الله. تشغيلة النور وتطفاته بشكل تسلسلي، طفي لكم الحين تشوفون، خذ لكم الزاوية هذه أحسن أوضح لكم. والتشغيل نفس الوضع بعد بشكل تسلسلي، أقرب شوي ما شاء الله تبارك الله. طبعا مع الجنب جاي الجنط 22، وهذا شكله حجم الكفرات مقاسه 295 على 40 مع هوبات وكليبرات رياضيه، ومع الجنب مقابض الابواب نفس لون السياره، ومرايه بعد كاربون فايبر، وهذا صرفيه الوقود. الموديل 2018 يمشيك اللتر 9.1، البنزين 95 اكيد. اعطونا رايكم ايهم اجمل، هذا ولا الازرق ولا اي ولا الاحمر الداخلي، هذا بتشوفونه الحين بعد روعه ما شاء الله تبارك الله. حتى اللي جاي هنا خطوط الجانبيه بعد كاربون فايبر اللي هنا، وفتحات التهويه شوفوا هنا الاس في ار، كل فئات الاس في ار يصير فيه فتحات تهويه هنا. بسم الله.
شكل الموتر من ورا، مخارج اكزوز والصدام اللي تحت تغير شكله ب 2018 جايه باربع مخارج. وعندك عدس طبات الاي دي اللي هي هذه وشعار السفي ار، وهذا خط كاربون فايبر ممتد جايك بالعرض كامل الين هنا، جايب خط من هنا ممتد ونازل من تحت، والاضاءه حقت اللوحه باللون الابيض للاي دي. الحين بوريك من السياره من داخل، لون المراتب روعه صراحه. بسم الله. طبعا دخول بدون مفتاح كل الاربع ابواب. هذا اللون الداخلي جايك برمادي فاتح وقريب للرمادي الغامق، درجات اللون الرمادي قريب للسواد، لو تشوف انت بالصوره كانه اسود لكن كانه رمادي غامق. وهنا اللي هو مراتب الجلد مخرمه باللون نفس لون الجوانب اللي مع الابواب، شايفين؟ حتى شكل الدركسون نفس الطريقه. وهنا بالنص شعار الـ SVR والاطار الجهه هذه كلها كاربون فايبر. ما شاء الله تبارك الله. وهنا كامل كاربون فايبر بعد. انا لا ذكرتكم كاربون فايبر، اي اضافه من كاربون فايبر يكون له سعر ويصير سعره اغلى بعد، لأن نفس الخامة هذه الكاربون فايبر غالي، يعطيك وزن خفيف إذا صار موجود على السيارة من برا ومن أي داخل، يعطيك وزن خفيف وفي متانة ومراتب رياضية طبعا. تكال بالنص وسقف بانوراما، السقف شموع. هذه التكاية اللي بالنص. عندك هنا التخشيب كله كاربون فايبر مع حقات اللي مخارج اليو اس بي و12 فولت، والدوائر هذه تتحكم بالمكيف. سماعات ميريديان، وهذا الشكل الداخلي قبل لا اشغل السيارة. طبعا هذه كلها اذا شغلتها راح تشتغل لان كلها باللمس. والتحديث الجديد اللي صار على 2018 اضافوا ثلاث شاشات زي الفيلر اول ما نزل. الشاشه هذه حجمها 11 انش، وهنا بعد حول 10 انش او 11 انش. الشاشه هذه فيها وضعيات حقت القياده وحقت المكيف، راح تشوفونها الحين. خلينا نشغل لكم السياره عشان تشوفونها. بسم الله. هذا اللي اقول لكم الاشياء اللي باللمس، هذه شرحتها لكم عاد قبل ثلاث ايام نزل لكم تجربه الرنج روفر سبورت الاربع سلندر اقل فئه. نفس الفكره ونفس الطريقه، بس انه هنا تضيف الاكسسوارات والفئات الاشياء الموجوده اللي صار فيه رادار واللي صار فيها تغير الطبلون. هذا ما شاء الله طبلونه 320 لانه اقوى فئه. وعندك يا طول العمر والسلامه هذه بعد نفس الوضع، اذا صارت عندك اذا انت ضفت الاوكي تصير تتحكم وين. بس خليني بطفي السيارة هو شيء عشان ريحة البنزين. بسم الله. حولت لكم عربي، طبعا مثل ما قلت لكم قبل تقدر تتحكم الطبلون اللي بالنص عن طريق هذه، وبعد هذه نفس الوضع تصير تقدر تتحكم بالشاشة حق الوصاد اذا صارت على المنيو الاوكي بتصير تتحكم على الشاشة اللي بالنص. طبعا سهلة استخدام الشاشة بس بالبداية راح تستصعبها، لكن مع الوقت بتكون سهلة. إذا هذه تبي تغير شكل الطبلون تخليها الحين هذا عدادين، بخليها عداد واحد يصير فيه الجي بي اس. وإذا تبي مثلا يا طول العمر الخريطة تصير كلها كاملة خريطة، هنا بتصير هذه كلها كاملة الشاشة كاملة خريطة. أو عندك يا طول العمر الوسائط، بحط لكم الرابط حق السبورت الأربع سلندر لأني طولت وشرحت، أنا ما ودي أطول بالشرح وهو شارحه لكم من قبل. وعندك هنا عاد اللي هو فيه رادار وتنبي خروج على مسار مثبت حق السرعه. والشفتر شايفينه هنا جايك باللون الفضي. والسعر ما رسيت اذكر لكم السعر،
هذا سعره، السعر 800,000 شاملة ضريبة. شوف الحين تغير الشاشة، الطبلون صارت لأني حاطة على وصائد، وعندك الشاشة هذه 11 إنش، هذه الأساسية اللي يسمونها شاشة الوصائد، يصير فيها الجي بي إس، يصير فيها الهوم، ويصير فيها الوصائد. طبعا يجي 4 كاميرات، هذا كاميرات تشوف يمين ويسار وقدام وعلى الجوانب. عندك بعد في خيارات كثيرة، أنا ما ودي أتعمق بسالفة الشاشة لأني شارح لكم من قبل كذا مرة. هذا حق الدبل الثقيل، الزر هذا علامة الجبل، هذا الدبل الثقيل، فما ودي أطول فيها صراحة. طبعا هنا الاعدادات حقت الشاشه نفس هذه ما قلت لكم، تغير اللون تخليه ابيض ولا اسود، وتقدر ترفع الشاشه وتنزلها بالطريقه هذه. شوف ايش تبي ترجعها تصير كذا ولا على كذا، طبعا تصير على تختار انت على حسب مستوى النظر عندك. وعندك الشاشه هذه تقريبا نفس مقاس 11 او 10 انش، يصير فيها وضعيات القياده. عندك هنا 6 وضعيات، من ضمنها 7 وضعيات، معليش 7 وضعيات، اللي هي في حقة الريس أو الحلبات، مع هذا حق فتح زوز. وهنا عندك حقات المكيف، وهنا يطول عمره السلامة حقة الدفع، بنفس الوقت يصير في تحكم درجة الحرارة للراكب. وعندنا يطول عمره السلامة، يطول عمر في التحكم بالمكيف والمراتب، وهذا حق وضعية القيادة. تطلع لك بالشاشة هذه وتطلع لك بالشاشة هذه، كل ما تغير بتشوف الوضعية. والسلامة الجير 8 سرعات تبترونك أكيد، والتخشيب كامل هنا كاربون فايبر مع حامل أكواب. وعندك هنا بعد مساحة تخزين، يصير بالأحيان فيها مخرج USB، هذا هو مخرج USB. وهنا طبعا حق المنحدرات زر فاصل مانع انزلاق، هذا حق المنحدرات، وهذا الهيدروليك اللي يرفع ينزل. وهنا بعدك تختار الوضعيات بالشكل هذا وكذا، تغير على الوضعيات اذا ما تبي انت مثلا باللمس تغيرها من هنا. وعندنا هنا هذا الزر حق الدبر ثقيل، تشغله لازم تصير واقف، وهذا جنط الكهرب، وهذا التكاية بالنص. وعندك بعد مخارج USB ويو إكس و12 فولت، وفيه غريبة ما في ثلاجة، بعض الفئات يصير فيها ثلاجة بدون ثلاجة. بس تقريبا هنا خلصنا، بوريكم الحين الجهة اليمين شعار SVR، والتخشيب بعد كامل هنا كاربون فايبر، مع ذاكرة تخزين مراتب عند الراكب وقفل مركزي، والدرج هذا عارفينه. وعندك هنا، وهذه الإضاءة كلها باللون الأبيض باللمس، وهنا حق اللي يفتح ستارة السقف حق البانوراما، وستارة حق سقف البانوراما. شغل هذا الليد، وهذا النور الواطي العالي، هذا العالي جايب 4 عدسات. شوف أنا عندك الواطي والعالي، ما شاء الله تبارك الله. وهذا فليشر، طبعا كل الأنوار اللي فيه LED. كبوت والإشارة هذه بنباية. الاسطبات والإشارة كلها LED. أوريكم الماكينة الحين، وهذه الماكينة سوبر تشارج 5 لتر بقوة 575 حصان، والعزم 700 نيوتن، التسارع من 0 إلى 100 4.5، الجير مثل ما قلت لكم 8 سرعات. الموتر صراحة يروع ما شاء الله، عليه صوت طرب ما هو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. وبس سلامتكم الغالين، ارقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف، والمقاطع حقت الرنج اللي قبل صورتها لكم بحط لكم بالوصف. فمان الله وبحفظه الكريم.